كان يوم مليء بالافتتاحات، ربنا يديمها علينا نعمة. امبارح كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بدراسة عمل محاور جديدة، وده داخل المدن عالية الكثافة السكانية في الجيزة، علشان تعالج مشكلة الزحمة اللي موجودة في بعض المناطق زي كرداسة وبولاق. أنا كمان عايز أخلي المواطن اللي في بولاق ده يتحرك بشكل كويس، اللي في كرداسة. أصل إحنا اللي احنا بنعمله ده ما هو مش هدفه بس ان هو يتحرك كويس، لكن كمان يحس ان هو يعني مش معقول تبقى البيوت كلها في الكتلة دي، الفاصل بين البيت والبيت مثلا 5 6 متر ولا 10 متر ولا حتى 20. فاحنا الموضوع ده محتاج دراسة مع محافظة الجيزة، نشوف المحاور اللي موجودة بالفعل جوه الأحياء ديت، ونبتدي نشوف احنا هل ممكن نوسعها ولا لا. انا بقول الكلام ده وبسمع الناس ليه؟ لان طبعا احنا عشان نعمل ده هنضطر ان احنا نعمل بعض الازالات يا دكتور مصطفى. وبس وانا بقول برضو كلام ده مبدا عام الدوله حطته على نفسها، في ان هي اي ازالات بتتعمل لصالح النفع العام الدوله بتعوض الناس.